انتخابية استفتاء 25 جويلية 2022. تحياتنا لكم، أهلا وسهلا مرحبا. هذه الساعة الثانية من استوديو شمس، وعلى طول حملة الاستفتاء في الساعة الثانية باش يكون الانترفيو مخصص لمن نادى بالتصويت على نعم للاستفتاء ومن نادى بلا على الاستفتاء. البداية تكون مع سي زهير البازي، نطق رسمي باسم ائتلاف الصمود. وسي زهير أهلا وسهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا عشك. عندك 15 دقيقة باش توضح لنا علاش اخترتوا تقولوا لا، علاش ائتلاف الصمود ينادي منظوري هو المواطنين التوانسة انهم يقولوا لا على الاستفتاء. توت سويت نبداو معاك الانترفيو، مرحبا سي زهير. شكرا سيدتي. احنا نحب نحط الموضوع في اطار ونرجع شويه بالتاريخ، لانه هو ائتلاف صمود قبل ما يدعو للتصويت بلا هو قاطع الحوار الوطني، واللي قبله هو زاد ائتلاف صمود هو الذي اصدر بيانا وطلب من السيد الرئيس التعجيل بإصدار المرسوم المنشأ لهذه اللجنة التي ستتكلف بإعداد هذا الدستور. لأنه احنا الناس كلنا نتفكروا كونه في خارطة الطريق اللي أقرها السيد الرئيس، واللي كانت جميعنا يتذكر كونها استجابة للظروف للضغوط الخارجية، ولكن المهم أنها صدرت هذه خارطة الطريق على أساس كونه سيكون هذه اللجنة بعد انتهاء الاستشارة الوطنية، يعني نحكي وبعد في العشرة الأواخر بتاع شهر مارس، يعني بعد خلق باب الاستشارة الإلكترونية. ولكن هذا ما صارش، وصار التأخير الكبير اللي خسر الجميع شهرين. الشهرين هذو ما كنا نشوفوا فيهم وقت مهم وثمين جدا للبلاد، لأنه كان وقت مهم ويعتبر كافي باش يصير فيه المداولات والنقاشات حول أمهات الأفكار اللي تخص المجتمع التونسي، لأنه الدستور الذي سيصدر وسينشأ للجمهورية الثالثة هو دستور جميع التونسيين وسينظم حياة التونسيين عشرات السنين. ولكن هذا ما صارش، وقعدنا نستناه حتى لأواخر شهر ماي، أي بتأخير يقدر بشهرين، وأصدر هذا المرسوم. هذا المرسوم المنشأ لهذه اللجنة الذي انتظره الجميع كحل للوضعية لحالة التأزم اللي عرفتها البلاد، لكن جاء هذا المرسوم وزاد عمق الأزمة وعمق الخلافات وعمق الانشقاق. ورأينا جميعا كونه حتى على قاعدة 25 جويلية، حتى من تحمس وناصر وساند 25 جويلية ووقف إلى جانب الرئيس وتنادى إليه ودعمه وسنده بالفكر وبالنصيحة وبالمقترحات، ولكن نرى أن طيف كبير من هؤلاء وفيما فيهم ائتلاف صمود رفض أن يكون في حوار سوري. ترددتم انتم في الموقف سي زهير، طبعا هو من وثيقه او في دوغوت حبيتوا الخارطه نتاع الطريق هذيك من منطلقها، كان قبلت راكم باش تكونوا موجودين في الحوار، ان رفضت راكم باش تخرجوا من الحوار. هو احنا راهو مشكلتنا مع خريطه الطريق، احنا قبلناها الناس الكل والجميع، جميع الاطراف قبلوها، ولكن احنا بالنسبه لنا النداء اللي قلنا له كونه باش يعجل في انشاء هذه اللجنه، لانه الوقت ما عادش ممكن باش نجموا نعملوا حوار وطني وباش نعملوا دستور في بضع أيام. هو حتى الفيزابيليتي معناه حتى الفاعلية والنجاعة بتاع الموضوع كانت معناه تحطت على المحك، ومن أجل هذا احنا وقتها عملنا النداء هذا. ومن بعد مصدر المرسوم وشفنا ما شفنا فيه كونه باش يكون أولا اللجنة استشارية، وباش يكون تقريبا الحوار سوري، وباش يكون اليد العليا هي للسيد الرئيس في تحرير هذا الدستور، واللي قلناه مرارا وتكرارا وهذه طبيعة الأشياء وهذا الخيار البديهي كونه هو دستور جميع التونسيين يجب أن نتشارك جميعا في تحريره وفي الاتفاق عليه. شنو تحفظاتكم بذات الأبواب أو الفصول اللي تشوفوا أنه والله أنا حبيت نحكي لك على أنا حبيت نحكي لك على التحفظات اللي صارت ساعة المسار ككل. مسار بهذه السرعة اللي احنا كنا نعتقده، ولا كنا في كل مرة حتى في تصريحاتنا نقول نتفهم حجم الضغوط وحجم التحديات اللي على رئيس الجمهورية، ولكن تبين لنا تقريبا كون هالتأخير وسياسة حافة الهاوية والوقت اللي يوشك على النفاذ كانت سياسة معتمدة حتى يتسارع الجميع من أجل إنقاذ كل هذا المسار. الجميع كانوا إيجابيين بما فيه 100,000 صمود، كنا نتلقف أي بريقة أمل، أي محاولة، أي بادرة إيجابية حتى ننجح هذا الحوار، ولكن في كل مرة نجد أن السيد الرئيس يعتمد منهج المرور بقوة
الحوار الوطني اللي صار. احنا حتى في بيان مقاطع الحوار الوطني حيينا من اشرف على هذا الحوار وحيينا من شارك في هذا الحوار، ولكن ووددنا لو يكون المخرجات بتاع الحوار يقع احترامها وتكون عندها حتى مش لازم حتى الطابع الالزامي، ولكن حتى اذا كان يصير تغيير ولا يصير تبديل في المسوده فانه تقع استشاره من قام بكتابه الدستور وبكتابه هذه المسوده. واحنا كنا تفكروا احنا وقتها حتى في الفيرسيون الاولى تاع الحوار وفي المرسوم كي خرج 30 قلنا حتى نضمن مشاركه اكبر طيف ممكن لدينا، وعملنا مبادره وكانت لاقت ترحيب من عديد الاحزاب وعديد المنظمات الوطنيه ومن رئيس اللجنه المكلفه باعداد الدستور العميد صادق بالعيد، على اساس كونه يكون هناك مرسوم تكميلي، مرسوم ياتي على ما سكت عنه المرسوم الاول ويحفظ مجلس الجميع ويكون فما الصفه التشاركيه في اعداد وتقرير هذا الدستور، وخاصه في دعوه الجميع والالتفاف جميع الاطراف الفاعله حول مائده حوار وتناقش فيه امهات القضايا التي تخص المجتمع التونسي. هذا نحرص باش ناكد عليه لانه هي مشكله في مسار ككل، ماهيش مشكله في نص الدستور، هو نص دستوري باش يكون طبعا تقني، ماهيش ندخلوا في التفاصيل التقنيه حتى لا ندخل على ابواب معينه. ما عندكمش طبعا انا طبعا 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 انا حبيت نقسم الوقت في الربع ساعه هذه باش نحكي ده اولا على المسار ككل، على الهينات التي أصابت هذا المسار، على الطابع المستعجل والطابع المتسرع لكامل المسار، وخاصة الفقرة المهمة والتي تعنى بتحرير وبكتابة هذا الدستور كانت فترة سريعة وغابت عنها المشاورات الجدية والعميقة، وخاصة عندما أوكل الأمر إلى شخص واحد لكتابة الدستور، وهذا ما حصل فعلا. بالتالي أنتم كنتوا من قبل ما تنشر أو ما تخرج النسخة في الرايد الرسمي للدستور كنتوا مع لا 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 قال او قلت هاتنا طلعوا طبعا احنا وددنا احنا عرفنا بكلمتين قلنا نتمنى ساعه نطلعوا غلطين. تصور واحد ياخذ موقف والموقف معناه على كما قلت سيادتك معناه كان موقف صعيب، هو راهو اللي شارك واللي قال نعم وشارك كان نتيجه مخاض كبير حتى في مؤسسات تاع الاحزاب اللي شاركت وكذا، واللي قال لا كيف معناه ما تصوروش كانوا قرار سهل، راهو هذا تاريخ يكتب وفما مسؤوليه تاريخيه، معناه ما تصورش عبد يقول لا على حاجه كيما هكا ولا يقول اي، ما تصوروش قرار سهل. واللي صعب الامر على الجميع هو السيد الرئيس، معناه السيد الرئيس من اللي كانت الناس الكل في على قاعده 25 جويليه والترحاب بما صار ب 25 جويليه وراينا فيه كونه فرصه لتصحيح صار، ولكن هذايا كل معناها بعد الالتفاف والهبة أولا الشعبية وثانيا من التشكيلات المدنية والسياسية التي ساندت الرئيس وانخرطت معه في طلبات ومطالب 25 جويلية كلها لقات روحها أمي شمال، لقات روحها متردة إلى أي حد تنجم تمشي مع الرئيس، هي التفاف وتوافق حول 25 جويلية وليست حول الرئيس. دونك لهنا تليف صمود وجد نفسه مجبرا باش يقول كونه أحنا نتمنى ودبرنا روحنا نطلع غلطين، وقلنا موقفنا من الدستور نعم أو لا هو رهين النسخة النهائية التي ستصدر في الرائد الرسمي. وبعد شفناها النسخة الكل وطلعنا عليها ولم نفكر كثيرا صدقا لأنه كان هناك فما تواتر بالإجماع لا بالإجماع لا، ولكن فما أغلبية قصوى مشيت في الله، لأنه كما تقول أنت كما كنت نحكي لك توا كنحط الموضوع في إطار ونشوف تواتر الأحداث، فأنه كونه أحنا كينا معناه أكل الحاجة الخايبة اللي ما تمنيتهاش تصير ولكن قاعد تشوفها تصير. نعاود نسألك مجددا المضامين أو شنو اللي عندكم عليه تحفظات تخوفات من ما نشر مما نشر احنا الدستور هذا احنا اللي شفنا فيه أولا ساعة الصيغة تاع التغيير تاع الفيرسيون معناها تاع النسخة التي قدمت من قبل أعمال اللجنة ولا لجنة الصياغة تاع نسمع في برشا كلام، ولكن فما نسخة رسمية قدمت للسيد الرئيس بعد ما كلفوا اللجنة. أول حاجة اللجنة الاستشارية أول حاجة ساعة ليكار إلينور معناها فما الجانب الشكلي أكدوا عليه جميع الكل، ولكن مهم هذا أعلى نص قانوني في الجمهورية التونسية اللي هو الدستور. الحق أنا صدقة كمواطن عادي نقراه معناه من المعيب جدا باش يكون بالمستوى هذاك تاع الغلط وتاع التكرار وكذا، فهمتني؟ كانت نجم تكون فما مراجعة حتى أخيرة من قبل ناس معناه عارفة بالأمر ويصلحوا ما يمكن إصلاحه حتى من الجانب الشكلي، وإن احنا تو نحكيوا على الجانب الشكلي وخاصة اللي جا فيه العبارات الإنشائية المطلقة، واحنا قلنا ما احنا كنا نقول قبل عبارات فضفاضة، هو ماهيش فضفاضة، هو الموضوع اخطر من كونها فضفاضة، العبارات جاءت حمالة اوجه، يعني يمكن ان نفسروها كل حد بطريقته.
معناها حاملة إلى عديد تفسيرات كما ترى. مثلاً خن وضح لنا أكثر أو الناس اللي تسمع فيك وضح لهم أكثر. مثلاً فيما يخص العبارات حاملة الأوجه، عندما نتحدث عن الأداب العامة طيب في النسخة الأولانية حكينا على الحريات، حكينا على القانون، حكينا على أمور دينوسيون واضحين، معناها معاني واضحة. يجي السيد الرئيس في النسخة المعدلة يزيدها الأداب العامة. الأداب العامة ستري ريلاتيف، هذا نسبي جداً. ستري معناها هو يتعلق من شخص إلى آخر، ينجم يشوف الأداب العامة سامانيا. نجم أنا ولدي يبدأ حاط الكاسكيت مقلوبة نشوفها مضادة للأداب العام، تشوفها أنت حاجة عادية. ما هذا حبيت ناخذ مثل باش نبعدوا على السجلات العميقه على تحكي هذا وقت التطبيق لاحقا. طبعا وقت هو التطبيق، لانه هو الدستور في جميع نصوصه، معناه كل مطه كل كلمه في الدستور راهي هي سند قانوني. ما تنجمش تحط كلمه ومن بعد تلي معناه نقولوا احنا حتى في الطوطه في الديباجه نقولوا الطوطه تاع الدستور هي جزء لا يتجزا من الدستور، معناه نجم نعتمدوا عليها نهار اخر في فقه القضاء في 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 التحييث لقوانين في غيره، فهمتني؟ دونك جاءت العبارات على مطلقها، وجاءت العبارات اللي احنا اللي تذمرنا منه واللي شكينا منه في الدستور تاع 2014، قلنا جاءت العبارات مطلقه وجاءت حماله اوجه وجاءت قابله للتاويل، نجدها تكررت وبصيغه اعمق واكثر حده واكثر تواجد في الدستور هذا. احنا شفنا الدستور هذا كونه على الحقوق والحريات طبعا الدستور هذا يعطي جميع الصلاحيات لرئيس الجمهوريه دون ما وصلناش للمحاسبة، ما وصلناش للمؤاخذة، ما وصلناش لصاحب الثقة دون مسائل. احنا كنا نشكيو قبل في الدستور القديم اللي تسبب في حالة من الانسداد الأفق ومن من من البلوكاج توتال اللي أصاب الحياة السياسية، كنا نشكيو من سلطة تنفيذية برأسين. السلطة التنفيذية برأسين هذه هي في الاخر بكل تصادمت. احنا توا ولا عنا سلطة تشريعية برأسين وليست بنفس القوة، وعنا سلطة تنفيذية عندها جميع الصلاحيات. حتى في القانون في النص الدستوري الأولاني اللي مشاه في المسودة التي قدمت للرئيس للسيد الرئيس، كان هناك التنصيص صراحة على أن الرئيس ينتخب بصفة سرية مباشرة من قبل الشعب، ولكن وقع حظ في هذه العبارة عندما تحدثنا عن المجالس النيابية زوز، سواء المجلس نواب الشعب أو مجلس تمثيل الأقاليم والجهات. هذا شنو المقصود به؟ هذه لابنة من اللابنات الأولى اللي قاعدة تأسس للنظام السياسي اللي نادى به الرئيس هو البناء القاعدي. ولكن في نفس التفاصيل نتذكر وقت كنت في قبل ما نوصل لكتابة الدستور ولا الحوار الوطني، أنتم قلتوا يزينا من النظام البرلماني، رينيه نظام برلماني المعدل لم ينجح في تونس، بالتالي هي تعطينا شنو نظام رئاسي. احنا ما قلناش زين من، احنا قلنا نحبوا على نظام ديمقراطي. راهو اي نظام رئاسي نجم يولي نظام رئاسي، واي نظام برلماني نجم يولي نظام برلماني متعسف. يكفي باش تكون عندك الاغلبيه، فهمنا؟ وذاك علاش الناس اللي كانت تحكم حبوا يزرفوا، حبوا معناها في غفلة من الواحد حبوا يزلقوا العتبة. العتبة كانت تضمن لهم أغلبية مريحة في البرلمان، وهكيك تولينا معناها الحكم الفردي المطلق لجماعة، معناها هذا هو معناها ما فهم طرف واحد يحكم وضع. بالنسبة لنا احنا الدستور الجديد شفنا فيه كونه يعطي جميع السلطات وجميع الصلاحيات لرئيس الجمهورية دون أدنى توازن مع السلطات الأخرى. هو من حقه كونه باش يحل البرلمان، من حقه كونه باش يأخذ أي حد من الحكومة، والعكس غير صحيح. بالنسبة للبرلمان ينجم كان يأخذ كان الحكومة وحطه معناها كونديسيون، معناها تكاد تكون شبه مستحيلة. يقول لك أنت باش تعمل لائحة لوم للحكومة يلزمك تلم 50% من المجلسين، معناها كل مجلس يلم 50%، أغزر معناها لو ديلام وين، أغزر معناها التناقض وين. وباش تسحب من الحكومة يجب تعمل الثلثين، معناها أنت ديجا باش تلم الكرام باش توصل تعمل صاحب ثقة، جلسة صاحب ثقة من الحكومة يلزمك 50%، معناها أكثر من شطر النواب هوني وأكثر من شطر النواب غاديك، ومن بعد مجتمعين يجب تعمل الثلثين، اللي هي حاجة تقريبا تكاد تكون مستحيلة. خاطر أنت يعني باش تلم الثلثين تاع مجلس وعليه لو الحكومة أدائها ضعيف أو أدائها سلبي سهل برشا. سامحني انت لميت سامحني انت لميت معناها النصاب اللي حاجتك به 50%، صاحب الثقه يكون 50%، ماهوش شويه راه 50% من المجلسين. هذا اذا اعتبرنا كونه حكايه المجلسين هذيا معناها كونه نعملوا مجلسين بنفس الصلاحيات تقريبا بنفس الصلاحيات. بعتلي حتى الاليات بتاع الانتخاب كما قلت لك معناها قالها صراحه دون مواربه فيما يخص رئيس الجمهوريه كونها بطريقه سريه ومباشره، وسكت عنها فيما يخص انتخابات المؤسسات التشريعيه.
التشريعيه، مؤسسات تشريعيه هذيا، من بعد تالي بيان سور احال الامر للقانون، وفي القانون الانتخابي اكيد مش اكيد معناها نتصوروا كونه بما انه سكت عليه في الدستور فانه بالامكان كونه ماناش نحكيو على انتخاب مباشر، وبالتالي باش تكون سلطه تنفيذيه قويه عندها مشروعيه. عندكم تخوفات زاده من القانون الانتخابي المرتقب؟ طبعا لانه احنا نشوفوا فيه لابنات قاعده تبنى، هو قبل صدور نص الدستور فما قوانين خارج تحكي على الشركات الاهليه وغيره، فما تسويق لافكار معينه، فما حملات تفسيريه، من بعد يخرج القانون هذا يعطينا كما تقول انت اطار اكبر واعم واشمل يستوعب هذا النظام. المجالس الجهويه فما شكون اللي دافع عليها ويقول لك احنا عندنا في النظام الفرنسي موجوده في اكثر من نظام اوروبي وما قالوش بناء قاعدي مادامها يترجع بالنظر للبرلمان. شوف هو تو التجارب هذه تو اللي حكيت عليها سيادتك، اول حاجه في الكونسيبسيون الاولانيه في التصور العام في الدستور النصوص كانت واضحه. كل خطوة إلى الأمام كانت تساهم في تعقيد المشهد وكانت تقسم المقسم وتشتت المشتت وتضعف الضعيف. ما فهمتش عليش في حين كنا احنا بالإمكان في 25 جويلية 2021 كنا ملمومين على قيد 25 جويلية تفقط. واحنا ما عادش نجمو نكملوكم كمان لا تقرسمي بس بائتلاف صمود. سي زهير البيزي شكرا ليك على حضورك معنا. ائتلاف